لم يدر بخلد هذه المرأة بأن من كانت تأمل أن ترتكز عليه ما بقي لها من العمر أصبح خطرا على الجميع. فقبل قرابة 10 أشهر اختفى نجلها أحمد الطالب بكلية الطب في جامعة كركوك، ثم اختفى نجلها الصغير محمد قبل أيام، لتتلقى بعدها اتصالا هاتفيا من أحمد يخبرها أنه عرف طريق الله وأصبح أميرا مجاهدا في سبيل الإسلام حسب تعبيره. عندي ابن اسمه محمد سمير صغير، قعدت الساعة 7 ما لقيته، طلعت رأسا على الجيران قالوا والله توا طلع منا، ركب سيارة جاني رقم غريب 9:30 بالليل، الرقم الغريب طلع يعني ابني أحمد سمير صغير. قلت له يعني انت وين؟ قال لي ما أدري وين، بس الأمانة وصلت. قلت له اعطيني هذا حاكي، قال لي لا ما اعطيك يا حاكي. قام يقرا ايات قرانيه ما ايات قرانيه، واحنا اهل الجهاد واحنا اهل التوحيد. اما ام احمد التعليميه بقضاء المقداديه ما ان علمت ان نجليها انخرطا بتنظيم داعش حتى ابلغت القوات الامنيه علها تنقذ حياه الاخرين وتجنبهم الانخراط في صفوف داعش. استمرت المكالمه 8 دقائق وراح. ما عندي احد يروح لي ابلغ عليه راس المركز الشرطي، لان انا مره وحيده وابو الجهال فكري في الشغل واحد ضعيفه. يوم جاني سي في وبلغته راس انا اخذه وبلغنا مركز الشرطه. هذا الدليل، هذا الدليل شوفه الحركه ما تنوصل السيد هو هذا شوفه هذا بسيدي أشهر بوع عليه وعفو طلع بوع عليه وعفو طلع وراح العرفة راح تمشي الفرق والسار محقوق شرطة ركب سيدي ركب بوع راك وركب ركب الانفجار. خلي تدخل. ركز هنا. إذا باعوا عليه.